اخدكم على حاجه بقى عايزين نقعد ندردش فيها حبه. اظن كلنا عارفين قصه تايتانيك وعارفين السفينه تايتانيك وعارفين كل الكلام ده والفيلم الشهير وليوناردو دي كابريو وكيت وينسلت وكل الكلام الجميل ده. طيب تعالى بقى ناخد ده ونقفز بيه على السنة دي، الغواصة تايتن اللي كانت نازلة علشان تشوف الحطام وما إلى ذلك. إحنا عندنا انفراد، انفراد بالمعنى الحرفي يعني للكلمة. الانفراد بتاعنا هو حوار نستضيف فيه على التليفون المستكشف والمغامر ورجل الأعمال ألفريد هيجن على زوم بالمناسبة. وألفريد هيجن أنا أعرفه كويس من جوجل مما لا شك فيه، أعرفه يعني عارف هو بيشتغل إيه، عارف إن هو سي أو بتاع شركة كبيرة وما إلى ذلك، وعارف شكله، فأنا مش متفاجئ جدا بضيفنا العزيز اللي بنشوفه قدامنا على زوم. وكان المفروض رجل الأعمال والمستكشف والمغامر ألفريد هيجن يكون موجود على الغواصة تايتن، فإحنا بنشكر ربنا انه ما كانش موجود وانه حي يرزق علشان كمان يبقى موجود في هذه الدنيا ونقدر نفهم منه هو ليه ما طلعش على هذه الغواصه من بنسلفانيا، المستكشف والمغامر ورجل الاعمال ألفريد هيجن. اهلا بيك. وسعيد جدا بتواجدي معك سيدي. اشكرك. لقد كنت محظوظا حقا، لقد قمت بالغوص مرتين مع سفينة تايتانيك قبل هذه المأساة. نعم، ما حدث سيد يوسف كان مأساة بكل ما تحمله من كلمة. لم أكن بمقدوري اللحاق بتلك الرحلة معهم، فكنت محظوظا للغاية. صحيح، يعني شفت قبل كده تايتانيك او نزلت وغصت وشفت تايتانيك مرتين، كان ايه ممكن يبقى الدافع انك تنزل للمره الثالثه علشان تشوف تايتانيك؟ كان ايه اللي ممكن يبقى مختلف بالنسبه لألفريد هيجن؟ حسنا، من خلال تكراري للتجارب الأداء والغوص إلى الأعماق لأرى حطام تلك السفينة، من الهام جدا أن تفهم أن سفينة تايتانيك هي أكثر حياة عن ذي قبل منذ غرقها. أنك تقوم باستكشاف ما حدث في هذا الحطام وتحليل ما حدث أثناء غرق هذه السفينة العملاقة وإيجاد تفاسير لذلك الأمر، وكيف تقوم بتحليل حطام تلك السفينة. طيب أنا يعني أريد أن أذهب إلى تحليلك لمسألة الأسباب وراء غرق تايتانيك، لكن خليني أسألك الأول، كيف ترى أسباب غرق تايتن الغواصة المنكوبة؟ لا أحد يعرف حقيقة الأمر حتى الآن، ولكن تخميني إذا خمنت عن هذا الوضع أعتقد أن تخميني أنه هنالك ما حدث انفجار داخلي لذرات داخل هذه الغواصة، وأعتقد أن هنالك بعض من المراوح قد عملت اتجاه عكسي تعكس دورانها لتكرار هذه الغطس، عملية الغطس لهذه السفينة، ولكن هنالك العديد من الأناس يعملون على تحليل هذا الوضع. طبعا نرى أن هنالك مسؤولية كبيرة على الشركة تجاه هذه المأساة. في بعض تحاول أن تجد ما حدث بهذا الأمر، ولكن أن يتجه الأمر إلى الأسوأ، هذه ما حدث حقا كان مأساة بكل ما تحمله من كلمة.
هم قد قاموا بالتجربة والمخاطرة وقبلوا بها من أجل الخوص على هذا العمق تحديدا. فنحن نعمل على تطوير المستقبل والعمل على زيادة سعة الاقتصاد ونكتشف عديد من الطرق. نحن نكتشف ماذا يحدث وما زلنا نعمل على اكتشاف ما حدث في خلال عام مضى، في خلال قرن مضى، ما حدث في هذه غرق السفينة العملاقة. نرى العديد من الأشخاص الذين يقبلون تلك المغامرات ويخوضوا التجربة والمغامرة، ولكنهم في نهاية المطاف يخسرون حياتهم من أجل خوض هذه التجربة. يريدون اكتشاف المزيد ويعملون على عمق أبعد وأبعد من أجل اكتشاف وتحليل كافة الأجزاء. وما أتفهم الوضع أن نحن نعمل على تحسين قوتنا في المستقبل. طب سيد ألفريد، يعني ألم تسورك شكوك أو قلق من طريقة تصنيع الغواصة، خاصة بعد ما قرأناه حتى ولو على بعض ما هو منشور على الإنترنت حول طريقة التصنيع؟ بعض الأجزاء كانت يعني قطع لبعض الألعاب الإلكترونية وما إلى ذلك، ألم يدفعك هذا إلى القلق أو الشك؟ لم أكن أتأكد من صيغة السؤال، ولكن إذا كنت تسألني عن ماذا حدث وانعكاس ذلك على التواصل الاجتماعي، أنا كيف يمكن للناس أن يتم محاكمتهم ومحاسبتهم عن طريق التواصل الاجتماعي؟ ولكن هم قاموا بقبول تلك المهمة، قاموا بقبول تلك التجربة والمغامرة على مسؤوليتهم، أنهم إذا كانوا غير مهتمين وغير حذرين لحياتهم. ولكن هنالك العديد من الأصدقاء الذين خسروا حياتهم من أجل هذه الرحلات وهذه الاستكشافات وخوض هذه المغامرات. أنا لا أعلم حقا طريقة تفكير هؤلاء الأناس وعقليتهم. أنا لا أعلم حقيا ما إذا كان تم اختبار هذه التكنولوجيا التي تم استخدامها في أعماق البحار، ولكن لدينا عديد من الإيجابيات للتواصل الاجتماعي والصحف الإلكترونية. ولكن ما نراه اليوم أن الأشخاص الحاليين أو الأناس في مواقع التواصل الاجتماعي يعشقون مهاجمة الآخر وينتقدون الآخر بدون المعرفة عن أبعاد الموضوع. ولكن أنا أتفهم ما شعور هؤلاء الأناس تجاه هذه الانتقادات والهجوم المستمر. أولا أنا أشاركك جدا رأيك في مسألة أن الكثيرين من مستخدمي التواصل الاجتماعي يقومون بالحكم دائما على الآخر ولا يحاول أن يضع نفسه مكانه، فهو متسرعي الحكم دائما، وهو أمر مرفوض بالنسبة لي على الأقل، وسعيد بأنه نتشارك نفس وجهة النظر أو هذا الرأي. أفكر دائما في المستكشفين والمغامرين، أنا عندي شغف حقيقي في أن أنا أستكشف عقلية وطريقة تفكير المستكشف والمغامر، خاصة عندما يكون رجل أعمال ناجح. ما الذي يدفعك لخوض هذه المغامرة؟ الإنسان موجود على هذا الكوكب بالتأكيد للاستكشاف، لكن أحيانا يعرقله الخوف. ألا تخاف مطلقا؟ Have you afraid before? Well, yes. Part of the attraction of extreme adventures is. طبعا هنالك العديد من المخاطر التي تحوم هذه المخاطرة، ونرى أنه كيف يقوم بالتواصل في هذا العمق، وهنالك العديد من المخاطر حول هذه الرحلة أو في أي مغامرة هنالك مخاطرها الجسيمة. نعم.
هنالك من يقبلون بتلك المخاطرة، هنالك من يقومون بخوض هذه التجربة. وإذا عرفنا إذا كان هنالك ليس أي هنالك مخاطر أو أخطار تحوم هذه الرحلة، ما كنا لنقوم بها. بالنسبة لماذا حدث لهذه الغواصة، يعني هنالك خطأ ما، ولكن إذا قاموا بقبول هذه الرحلة. ولكن أنا لدينا العديد من المهمات التي نقومها، ولدينا العديد من عمليات الغطس التي نجحت من قبل. ولكن بالنسبة لزيارتنا لسفينة تايتانيك، حدثت هذه المأساة، ولكن يعني كنت محظوظا بعدم الذهاب في هذه الرحلة. ماذا كانت الأسباب وراء عدم لحاقك بهذه الرحلة؟ You didn't catch this trip. ماذا كانت الأسباب وراء عدم لحاقك بهذه الرحلة؟ لم يكن لدي متسع من الوقت، كنت أراقب أعمالي الخاصة. كان لدي عديد من المشاريع الكبرى والعملاقة، فلم يكن لدي جدول متسع من الوقت في جدول أعمالي كي أكون صادقا معك. الرحلتين السابقتين، يعني سبق أن قمت بالغطس واستكشاف ما هو حول السفينة تايتانيك، ماذا رأيت في هذه السفينة، وكيف تحلل غرق هذه السفينة العملاقة منذ أكثر من 100 عام؟ You're asking me why I care about the Titanic? No, I'm sorry. I wanted to visit it. You know, to me, the well, if you're asking me to analyze why the Titanic is important to me and why I dove on it, then that I can clearly answer that. The Titanic to me was the أهمية سفينة تايتانيك العملاقة لي بالتأكيد سوف أجيب، ولكن ماذا حدث أنه كانت عمق السفينة في ذلك التوقيت، كان هنالك يعني ثورة صناعية هائلة لإخراج سفينة تايتانيك، السفينة التي لا تغرق، هذه السفينة التي تخوض المغامرات وتصنع وتقطع المسافات في المحيطات. وكيف هنالك أن كل شيء ممكنا في هذا العالم، حتى إن كان حدث لهذا الأمر لسفينة تايتانيك العملاق، أن كيف أن تقوم بالغرق وأن نرى الآن حطامها على بعد قرن من الزمان. ولكن ما نرى أن هنالك العديد من المشاهير الذين لديهم عديد من اللحظات المأساوية في حياتهم الشخصية، وكيف يمكن أن تخسر العديد من المشاهير في تلك الرحلات العملاقة، وكيف حدث الأمر في الثورة الصناعية في القرن 18، وكيف كانت وسيلة التكنولوجيا لمقاومة الحروب. ولكن نحن إذا سألتني عن هذا، فهنالك ثورة صناعية قمنا ببدئها منذ هذا القرن حتى الآن، وما زلنا نبحث حقا عن سبب غرق تلك السفينة العملاقة، ولكن هذا السبب لم نكتشفه بعد 100%. بالطبع هنالك العديد من المشاكل أو من الأزمات التي تستحدث أثناء قيام أي رحلة،
ولكن لا نعرف حقا عن ماهية السبب الحقيقي لذلك الأمر. أشكرك جدا وسعيد بهذا الحوار وإن كان قصير. إلى أن نلتقي، أتمنى أن احنا نلتقي بالولايات المتحدة الأمريكية، كما أتمنى أيضا أنك تكون موجود عندنا هنا في جمهورية مصر العربية. هتقدر أنه هنا تستكشف الكثير من الأمور في أرجاء مصر بشكل عام وفي مناطق البحر الأحمر أيضا، بما أنه أنت أحد أهم وأكبر وأشهر المستكشفين والمغامرين والمهتمين بمسألة الغطس والاستكشاف تحت سطح الماء. فأنا أدعوك أنك تيجي تنورنا في مصر وفي البحر الأحمر، يعني سوف تستمتع جدا بالكثير من هذه الرحلات. أشكرك جدا المغامر والمستكشف ورجل الأعمال ألفريد هيجن، كان معنا في لقاء أعتقد يعني حصري داخل جمهورية مصر العربية وأظن في الشرق الأوسط، انفراد خاص للتاسعة.